أمتعته ويغادر البيت الأبيض بشهور عام 2008، شهد المكتب البيضاوي أولى حلقات سيناريو زراعة المبعوث الأمريكي الخفي بيل بيرنز في قضية الشرق الأوسط بين الرئيس السابق جورج بوش الابن ووزيرة خارجيته كونداليزا رايس. تروي رايس المشهد قائلة: قلت للرئيس حسنا سيكون بيل بيرنز، وتساءل بوش سريعا: أسيكون قادرا على التعامل؟ أجبت: نعم سيكون قادرا على التعامل، فسلوكه غير جاذب للانتباه. من هنا بدأت مهام الرجل في ملفات المنطقة. بيل والمعروف بويليام بيرنز نائب وزير الخارجية وأكبر دبلوماسي أمريكي للشرق الأوسط، لتتوج بعد مفاوضات ولقاءات سرية مع الإيرانيين على مدار 5 أعوام بإنجاز تاريخي في نوفمبر الماضي، توصلت فيه واشنطن ومجموعة 5+1 لاتفاق مع طهران للحد من برنامجها النووي. ووفقا لما نقله دينيس ماكدونو مدير هيئة العاملين مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فإن أوباما قال لماكدونو إنه يثق ثقة مطلقة في أن لديه الفريق المناسب في المنطقة. ولم يكن أوباما يشير إلى فريقه بقيادة وزير خارجيته جون كيري، بل كان يتحدث عن مجموعة سرية يقودها بيل بيرنز نائب كيري الكتوم والمنضبط الذي يميل إلى التواري عن الأنظار. إلا أن إنجاز الرجل في إيران لم يكن شفيعا له لدى الإدارة الأمريكية، حيث حددت مؤخرا تاريخ تقاعده عن العمل في أكتوبر المقبل، وذلك بعد فشل مسعاه كوسيط أمريكي في القاهرة في إدماج تنظيم الإخوان وقيادته مجددا في الحياة السياسية المصرية بعد الإطاحة برئيسهم من الحكم يوليو الماضي إثر ثورة شعبية عارمة. فبيرنز ذو 57 ربيعا وبمساعدة من رجله في قصر الاتحادية محمد البرادعي، زار أثناء رحلاته المكوكية إلى القاهرة عددا من القيادات الإخوانية الإرهابية في السجون كخيرت الشاطر وسعد الكتتني، إلا أنه فشل في دمج الإخوان مجددا في المشهد وتحقيق مصالحة بينهم وبين الحكومة المصرية، ليكون هذا الفشل أحد الأسباب وراء إحالته للتقاعد. تقول رويترز إن بيرنز الذي يجيد العربية والفرنسية والروسية كان يستخدم في مهامه بالشرق الأوسط الطائرات العسكرية الأمريكية أحيانا ومداخل الفنادق الجانبية أحيانا أخرى، بل ومصاعد الخدمات في الفنادق والمؤسسات للحفاظ على سرية دوره الموكل إليه من البيت الأبيض. لم يقتصر دور بيرنز في الملف الإيراني أو المصري وحسب، بل إنه تولى مهام محفوفة بالمخاطر سياسيا، جاء على رأسها رئاسة القسم المختص بالشرق الأوسط في وزارة الخارجية أثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، كما أصبح مشاركا في الصراعات الملحمية بين وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين بشأن الأعمال العسكرية وعواقبها من خلال إدارة لمكتب شؤون الشرق الأدنى في الفترة من 2001 إلى 2000.